اسمي صفاء قطوس، كنمثل تعاونية الريحان، جيت من منطقة ديال شمال تطوان، قيادة ديال جماعة زينات، قيادة ديال بن قريش، إقليم تطوان. المواد اللي جبنا معنا الأعشاب مجففة، جبنا معنا المقطرات ديال الأعشاب، وجبنا معنا الزيوت الأساسية لي زوي ليسونسيل ديال الأعشاب، وجبنا معنا الصابون الطبيعي اللي كنصنعوه من الأعشاب المجففة ومن الزيوت الأساسية. ملي كنقولوا حنا الأعشاب والزيوت الأساسية، يعني كاينه واحد المادة اللي تقدر تصنع بها بزاف الأشياء، تقدر تصنع بها بارفان، الصابون، الشامبوان، الكريم، تصنع بها بزاف الأشياء. حنا الحمد لله توفقنا في التعاونيه ديالنا وقدرنا نجيب واحد المنتوج جديد، والحمد لله امور بخير. والمشاركه ديالنا في المعرض الدولي للفلاحه كتلقى واحد الاقبال على المنتوجات ديالنا، وبالخصوص المنتوجات الشماليه دائما فيها واحد الجوده، واحد الكاليتي جديد. اللي عندي هنايا الماده الرئيسيه الاوليه اللي خدمت بها تعاونيه الريحان باش تعرفت بها، عندنا الاعشاب مجففه، عندنا البابونش، السلمية، الراند، ستيفيا، الزعتر، زعترة، فليو، الزهر مجفف، النعناع الأخضر، النعناع العبدي، الويزة. وبالنسبة للمقطرات، هاد الأعشاب اللي ذكرت كاملة عند المقطرات ديالها، أما زهر، ماد فليو، ماد زعترة، ماد الخزامة، ماد البابونش، وكاينة عاوتاني زيوت الأساسية ديالهم، كاملة عندهم زيوت الأساسية ديالهم، وضفناها في الصناعة ديال الصابون. كاين الصابون ديال الزعفران، كاين الصابون النعناع الأخضر، كاين الصابون ديال اللوز، كاين الصابون ديال القرفة، الصابون ديال الريحان، ديال أزير، الصابون ديال دفليو، ديال الخزامة، ديال الياسمين. الحمد لله كاين واحد الإقبال كثير، وكثير شي بالنسبة ملي كتجيب واحد النوع ديال الصابون اللي هو طبيعي، مصنوع من المسائل اللي هي طبيعية، كيكون عليها واحد الإقبال كثير كثير كثير. والحمد لله ربي وفقنا باش نقدروا نصنعوا هذه الحاجات اللي هي طبيعيه والناس تعرف عليها. والحمد لله دابا هذه المشاركه ديالنا الخامسه في هذا المعرض هدايا، وما قدرناش نتخلاو على الصناعه ديال الصابون الطبيعي، ما قدرنا لان عندنا عليه الطلب، الناس بغاتو بزاف بزاف. دابا حاليا التعاونيه ديالنا باقي ما عندها شي دعم من عند الدوله ولا هذه، حنا تعاونيه خاصه، لان الاب ديالي كيعمل مهندس تقني في الميكانيك اندستريال، والجد ديالي هادشي موروث، الجد ديالي الله يرحمه كان كيعمل جوان تكنيك في الفلاحه، فهمتي؟ حنا دابا هادشي عندنا في الدم ديالنا، كنبدعوا فيه، كنزيدوا نكبروا المطعفين، كنخدموا بحال دابا الارض اللي عندنا زدنا فيها بعض الانواع العطريه اللي هي قليله في المغرب، بحال الويزه القصبيه، بحال ستيفيا، بحال مرد الدوش، بحال كاينه بعض الاعشاب اللي قليله في المغرب، ديك الربح اللي كنربحوا من المعارض وديك الشيء كنزيدوا به الانتاج باش التعاونيه كتكبر، باش كتزيد تبان، باش كنقدروا نلبيو الطلبات ديال الناس، والامور ماشيه بخير.